السلام عليكم، شلونك اخوي؟ يا اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. الله يسلمك. احنا شاكرين التزامك وارتدائك حزام الامان. الله يسلمك. هذا دليل على وعيك وثقافتك المروريه. الله يحفظك. لكن عندك مخالفه اخرى. اللي هي شنو؟ تعرفها لو لا؟ لا لا. سيد، اذا ممكن اجازتك سنويه واجازه. نعم. عاش ايدك سيدي. شنو مخالف؟ وضع الستار. نعم اخوي العزيز، الستار ممنوعه قانونا بقانون المرور، ممنوعه الماده 25 اولا ذكرت من ضمن المخالفات اللي هي مخالفه الستار. جنابك ايش تشتغل؟ مهندس. من تريد تعمل باي مشروع اكيد تدرس عنه، ومن تخصصت بالهندسه انت درست وقريت وتخصصت بمهنه او وظيفه اللي هي مهندس، عندك علم، انت قيادتك للمركبه هم تعتبر وظيفه؟ انت حاليا سائق مركبه، فالمفروض تطلع انت تثقف نفسك وتطلع على قانون وبيانات مديريه المرور. احنا نتمنى لك كل الصحه والسلامه. شكرا جزيلا.